اختتم وفد مجلس النواب زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة المجلس، حيث تم عقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الأمة الكويتي لوضع تصورات أكثر تقدما بشأن توثيق عرى العمل البرلماني الثنائي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية. وللحديث أكثر عن هذه الزيارة معنا عبر الهاتف من دولة الكويت سعادة النائب عبد الرزاق حطاب عضو مجلس النواب. يسعدنا أن نرحب بك اليوم في نشرة أخبار الثالثة، وهل لك أن تحدثنا عن أهم ما جاء في هذه الزيارة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشكورين على هذه المقابلة. لا شك أن الزيارة كانت زيارة موفقة بكل معنى الكلمة لمدة 3 أيام، حيث التقينا بسمو ولي العهد دولة الكويت ورئيس وزرائها ورئيس مجلس الأمة، وأتحفونا بالكرم الكويتي بمعنى الكلمة أيضا مرة أخرى. وتأكدت خلال الزيارة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وذلك من خلال حرص جلالة الملك حفظه الله ورعاه وسمو رئيس الوزراء لتوطيد هذه العلاقة. وقد زرنا بالأمس مجلس الأمة والتقينا برئيس مجلس الأمة وأيضا بعض الأخوة النواب، وتعرفنا عن قرب إلى التجربة النيابية البرلمانية الكويتية، وتمت أيضا تبادل الخبرات ان شاء الله المستقبليه، وايضا هناك سوف تكون زيارات مستقبليه ايضا للاخوه في دوله الكويت متمثله في رئيس مجلس الامه والاخوه النواب، ايضا لزياره مجلس البرلمان البحريني، وذلك للتعرف على ايضا التجربه الديمقراطيه في مملكه البحرين. نعم سعادة النائب عبد الرزاق حطاب عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.